رأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بقصر الصخير هذا اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية وبالتعاون الاستثنائي الذي أظهره شعب مملكة البحرين العزيز مع المؤسسات الحكومية التي عملت بأقصى طاقات الجاهزية في مواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا، قائلا جلالته رعاه الله: نثمن عاليا ونشيد بما نراه من عمل وطني مخلص ومتواصل يسعدنا بما يمتاز به من دقة وصبر ومثابرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا بقيادة ابننا العزيز البار ولي العهد وكافة أفراد فريق البحرين الواحد من مواطنين ومقيمين، وندعو الجميع بأن يواصلوا عزمهم والتزامهم لتحقيق كافة النتائج المرجوة بعون الله وتوفيقه. وأكد جلالة العاهل المفدى أن مملكة البحرين حكومة وشعبا واجهت بعزيمة وبإرادة وثبات تحديات الظروف القاسية التي فرضتها هذه الجائحة العالمية، وحرصت على التخفيف من حدة وطأتها بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاساتها على المستوى المحلي بما يراعي ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع العمل على استمرار عجلة الازدهار والتقدم تحقيقا للمساعي التنموية المستدامة لصالح المواطنين، وذلك بإطلاقنا للبرامج والمبادرات التي تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية، ورسمت البحرين في إدارتها لأزمة جائحة كورونا قصة نجاح لفتت انتباه العالم في التكيف والتحكم في تحديات الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة دون مصاعب تذكر ودون فرض قيود على حرية الانتقال أو اللجوء إلى عزل أو إغلاق مناطق حتى هذه اللحظة. بعد ذلك هنأ حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني 90، متمنيا جلالته للمملكة الشقيقة مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار لما تشكله المملكة العربية السعودية من ركيزة أساسية وعمق استراتيجي هام للدول العربية والإسلامية وثقل عالمي مميز. مؤكدا جلالته رعاه الله أن اليوم الوطني السعودي يجسد عراقة الدولة السعودية وتاريخها المشرف. بعدها تطرق حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى أيده الله إلى توقيع إعلان تأييد السلام الذي جرى في واشنطن مؤخرا، والذي جاء انطلاقا من رؤية مملكة البحرين لإقامة السلام الشامل واعتباره خيارا استراتيجيا لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأكد جلالته بأن التوقيع على إعلان تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائما، قائلا جلالته رعاه الله: من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة، فنحن متسامحون ومحبون للسلام والتعايش، وأن التعايش الحقيقي والسلام الحقيقي هما اللذان يستندان إلى تقبل الآخر، وهو جوهر المواطن البحريني وما يتمتع به منذ الأزل، ونحن نفاخر بين الأمم بأن شعبنا وبشهادة الجميع هو من أطيب شعوب الأرض، وهذه الطيبة جعلت من البحرين منارة للتنوع الفكري والثقافي والديني والمذهبي. وأعرب جلالة الملك المفدى عن الاعتزاز بالترحيب العربي والدولي الواسع لتأييد خطوة مملكة البحرين بشأن إعلان تأييد السلام والاتخاذها خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط، وقال جلالته أيده الله:
يسعدنا الترحيب الواسع الكبير بهذه الخطوة التاريخية التي كسبنا فيها العالم ولاقت دعما وإشادة من مختلف قارات العالم ودوله ومنظماته، فإننا نؤكد بأن خطواتنا نحو السلام والازدهار ليست موجهة ضد أي كيان أو قوى، بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجله. مجددا جلالة العاهل المفدى أيده الله ورعاه التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم من القضية الفلسطينية والتزامها على تحقيق حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية. وبأمر من جلالته قدم سعادة وزير الخارجية تقريرا بشأن مراسم التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والتوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل والتي جرت في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن في 15 من سبتمبر الجاري. عرفت البحرين على مختلف الأزمنة ببلد السلام والمحبة، فمنذ أن كانت دلمن أرض الحياة وصفتها الأساطير السومرية بأنها أرض الخلود، لذا فإن التعايش والسلام يشكلان رابطان أخلاقيان تم اكتسابهما بالفطرة بين أفراد شعب مملكة البحرين. ومنذ تولي الخليفة الكرام الحكم والمملكة تنعم بالأمن والاستقرار، لتواصل المملكة سيرتها وصفتها بأنها بلد الكرام والأمن والسلام ونبراسا للتعايش السلمي العالمي، حيث تحتضن جميع الأديان والأعراق والثقافات حتى باتت اليوم رمزا لهذا التعايش. التعايش بين الشعوب والتسامح بين الأديان وتقبل الآخر هي لغة وثقافة العصر القادم، ولقد نجحت مملكة البحرين في التواجد الدولي الرائد في هذا المجال وعبر عمل مؤسسي ونهج مدروس. فمع صدور الأمر الملكي السامي بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، أصبح المركز يجسد في رؤيته ورسالته وأهدافه المبادئ المستخلصة من تاريخ وحضارة مملكة البحرين عبر عصورها والمتمثلة في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات وتعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام. إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل جاء ليترجم حقبة جديدة من قبول الآخر وطي صفحة الاضطرابات في الشرق الأوسط، بما يخدم التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل حقوقه ومطالبه المشروعة. فالخطوة التاريخية التي رسم ملامحها جلالة الملك المفدى قد أجمع أنصار السلام عبر العالم على أنها تشكل مرتكزا للإصلاح والازدهار في الشرق الأوسط. الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى وتطلع جلالته الدائم لمستقبل أكثر ازدهارا وإشراقا لجميع بني البشر، مستندا في ذلك على قيم إنسانية نبيلة أساسها التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية والتنوع الثقافي، مكن البحرين في أن تكون نموذجا يحتذى به عالميا في إرساء ملامح السلام المنشود للعالم.